السلام عليكم، معكم معتز من قناة معتز جيمر. قبل الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. والنهاردة يا جماعة دخلنا فري فاير سيرفر المطورين ومعانا ضيف. السلام عليكم، ازيك يا اخوانا؟ عاملين ايه؟ طبعا ان شاء الله كل شيء فينا خصوصا تدعوا لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب، قولوا امين. طبعا سيرفر المطورين ده احنا لسه داخلينه، طبعا بيدوك مجوهرات مجانا، احنا خدنا مجوهرات. يلا اخويا يا عم ادخل، اشترينا حاجات. ول 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 يا الدخله يا الدخله، بصوا بصوا الدخلات، يا لهوي. بصوا كل ده طبعا مجانا، واخدين الجواهر مجانا. يا بصوا اقدر ابعت معتز هديه؟ اصبر كده، ازاي؟ بص هبعت لك انا هديه. ازاي اساسا تبعت منين؟ قلت لك دي لازم كم حد صديقنا. لازم مستوى اعلى من 30. خلاص مش لازم، انا لسه داخلين اللعبه، عارف مش عندنا. فيلا طبعا بينا التدريب. احنا ملعبناش ولا جيم حرفيا، جبنا مجوهرات وشلنا الاسكنات، يلا عشان ليتس جو. طبعا يا جدعان ممكن احنا طبعا ممكن فاحنا ممكن هنعمل حساب على الانستجرام، ممكن نبعت تيم كود للي عايز يدخل معانا. طبعا فري فاير العاديه، مش فري فاير دي، التيم كود ايه ده؟ ايه مش نقدر ننزلوه هنا؟ ده سامني، دي فري فاير ادفانس. يا خرب بيت واد نسي ان هو بيلعب في فري فاير. والله يا جدعان طبعا هنجيب الام ام. انا لما كنت بشوف على اليوتيوب كنت بلاقي ان في هاكرات، هل ده حقيقي ولا لا؟ فهندخل نجرب النهارده. فاحنا هنجرب بقى النهارده. اصبري يا معتز ما تخش. ايه ده؟ غلط. وهنا رجعوا الهيل يا جماعه، ده التحديث الجديد اللي هينزل جديد، رجعوا الهيل ورجعوا كله. احسن حاجه. ايه ده انا نمت ليه؟ الهبل ده مش مكان فاشتري شنطه. ايه ده انا بينام ليه؟ يلا يا عم ندخل يا عم. خدت 30 هي 29 خد بام بفورتي والام، وانا بالنقار وكله وان شوت. ايه ده انا مت على طول ليه كده؟ في هاكر، في هاكر، لا في هاكر. انت قدامي اهو، انا وراك. ده انا عمال اتضرب. انا مت ثلاثة. في واحد اسمه ديفاني مت. هاكر، في هاكر، في هاكر. اوف هنا جه وقت اللعب. هكون عملت انجاز لو موتته. بيضرب من ورا التليج كله، من ورا الجدران. ايه ده يا عم؟ اتشوت مسكت موت. انا موت. اسمه ديفانش. ايوه هو ده هاكر موت. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ انا لسه صاحي. ده ايوه ده انا موت. موت يا عم. ايه الهكرات دي يا عم؟ احنا لازم نموته. فهد موتني من ورايا بقناص العلاج، شكله هاكر برضو. نسينا قهر الاسكوادات وقهر الهكرات. لا مش هنجيب تروجون. انت الواد ده؟ الو انا مش عارف اقف دي على بعضيها، انا لازم اموت الهكر ده. انا موت خمسه. لسه بتحرك، واد في النص. موته يا حيوان. ده ركبت الناقصه 150، ده ممكن ضربت ضربه ومات. شيت انا من ده يا عم. الله يخرب بيت ديفانش ده. موته يا اخي ديفانش ده. يا الله يا الله يا لا مش عارف اقف دي على بعضيها. وين وين وين؟ ده في 288. 288؟ كلا. ايه ده يا جدعان؟
هو فينه؟ وعلى سكن التلج. كنت لسه اضربه هيد شوت. وعلى سكن التلج اللي عندي انا نسيت عنده. موتني يا عم. ده حتى ما بيموتنيش من ما ببصش. قتل انا قتل قتل خمسه قتل اربعه. يوه محدش عارف يلعب. طب نجرب نخرج تاني كده يكون في واحد 150 وفي واحد سرقه. هاكر تاني فين ده؟ بالموتوسيكل راكب. حاول اركب معاه حاول اركب معاه. تعالى يلا يلا. الله يخرب بيتك. دي فانش برضو. والله لا. ايه ده؟ الو الو يا ابني عندي فانش ده. وربنا انا يا ابني كره الواد كرهني في اللعبه. عايز اشتم في تيامه قدامي. انا زهقت. الواد كرهني في امي. كلنا بنتايم مع بعض. اربعة تايمه هنتايم ولا مش هنتايم عليه ضدنا. انا هموت فعلي. انا هكون انا هموت. قفلنا على بعضنا في التليج. والله ما موتني. ايوه بيموت من ورا التليج. واحد من ابن لازينا من ورايا. واحد هاكر تاني. هاكر. ايه ده؟ هو اللي هيلبس لبس تاني اللي هيلبس لبس تاني ازاي؟ ايه ده؟ لا ده طلع في هاكر تاني. في هاكرات تانية. اللايك يعني فانش. في هاكر تالت. زكس ام تاني ده هاكر. والله واحد لك بالمرجيني. الو الهاكر مات اللي اسمه ديفانش. ده في واحد ركب لامبورجيني. ما تهنتش. هاكر تالت اهو. موتوسيكل مكتوب على الارض. اركبوا اركبوا. مش عارف. لامبورجيني مكتوب على الارض. يا عم الله يخرب بيت ده. ديفانش. موتوسيكل اهو موتوسيكل اهو موتوسيكل اهو. شفتوا يا جماعه؟ نزل تحت الارض. شوف ما هو ده طلع بره. الموتوسيكل اللامبورجيني قدامي. واحد ربك اللي يخرب الارض. يا عم ما انا في النص. المشكله اللي اسمه ديفانش ده راكب العربيه. ما تهني. الواد راكب العربيه. الواد نزلت تحت الارض. الواد مات. لازم اركب العربيه. يا ابني الواد اركب العربيه اركب العربيه. انت اهو استنى ده انا يركب. مستر بابا ايه مستر بابا ده؟ ركبت ما لحقتش. ركبت ما لحقتش. موتني. لامبورجيني معايا.
هعمل نفسي لعيب. اختفى وده اختفى، الناس كلها ميتة قدامي يا ابن ال... ده الواد راكب ده حقيقي، ده راكب. انا بتمشى مرد واحد هيد. الله ده راكب الموتوسيكل. ده صوتك يا كلب. الله هاي بقى وانا في الموتوسيكل بقى. الله الله مت. هاكر تالت، هاكر تالت. يا جدعان موتوسيكلي، ركبت العربية الكبيرة وخرجت بيها، موتني. يا ابن الهكر، وقال انا وهو موتنا بعض في نفس الوقت. ايه ده؟ لا ده واحد، ده الهكر اللي موتني، ده مش حق. موتوسيكلي لامبورجيني. زهق زهق. كنت لامبورجيني نموت. ودي يلا موتوا، هات يلا الام الموتوسيكل. طيب يا جدعان احنا هنحاول نخرج من المكان ده كده. انا كنت العربيه، تعال اخرج، تعال خلينا نخرج وندخل تاني. كنت العربيه كبيره. طب اخرج اخرج، انا هخرج خرج. انا خايف، هنجرب ندخل تاني. ايه يا عم ده يا عم؟ دلوقتي في التدريب شفنا الفكره، دلوقتي احنا ندخل جيم عادي هنشوف فيها كارات ولا لا. جيم عادي إيه؟ لا ندخل تدريب تاني ونشوف. اعمل استعداد. او ماي جاد، حتى لو بلغنا عليهم فري فاير مش هتعمل لهم حاجه. بل نفسي هكرها. يلا خلينا ندخل تاني. انت اللي قدامي ده ادم. ادم ايه ده؟ لا هيئته بس مش باين اللبس. ليه مش باين اللبس؟ انا لابسه نفس لبسك. معرفش قاهر السكواد فين ال والله كنت عايز ايه. انا تشوف اللي قدامي ده. ايه ده يا جدعان؟ انا جبت قاهر السكوادات، قاهر الحفارات ترودي. واذا كان الواد راجل بضرب شويه كده. انا التاني هاد، شفت اللي قدامنا ده؟ اوكي دخلنا كده واحد تاني. انا هضرب هيد قدام. هيد مفيش حد، مش لاقي هاكر لحد دلوقتي. وانا هيد شوت يا عم لكم. راجل مسمي نفسه هاكر وطلع هاكر فلان كداب اسمه هاكر. اسمه هاكر، هو هاكر. فعليا انا تقريبا كده عندك حق. طلقة ما بتجيش فيه. بس انا ما متش لحد دلوقتي. علمهم يا دروجون علمهم. طبعا يا جماعة محمد هيقفل خلاص، فانا هكمل. زهقت يا جدعان من الهاكر، زهقت من الهاكر. خلينا بقى انا اكمل لوحدي بقى. هتشوفوا حد الجهاز عندي على اوكي. هيد شوت. جابني. ايه ده؟ لا ده مش هاكر. الواد اللي اسمه هاكر ده يا محمد اللي انت بتتكلم عنه ده مش هاكر يا عم. كب القبضة، بيفتح سكوب ويضرب بيلاقي جت شوت. موت الهاكر. ايه ده؟ شيت.
موت الهكر يا عم، الله يخرب بيت كده، ناس عماله تخلطني لحد دلوقتي، مفيش غير هكر واحد، فخلينا موت. هو فين؟ انا الخامس بسبع كليات. اه فرد مولين، اوكي. في واحد لعيب معايا، يا عم تعالي بقى هيد شوت. لا مش قصدي على ده، في واحد تاني موتني. او ماي جاد، اوكي فين الهاكر؟ في هاكر تالت، هاكر تالت، هاكر تالت. مين هاكر تالت؟ هموته يا ابن الذين. في واحد سرق كليتي. ايه ده بينام ليه؟ في عندي لاج. انا بينام ليه؟ ووم الله يخرب بيت اللاج. ايه ده؟ مش ده كان لسه ظاهر قدامي ان هو ميت؟ الهاكر ظهر قدامي. او ماي جاد، هاكر فعلا. اي ويل كيل يو. يا عم بينام ليه؟ يا عم الله يخرب بيت كده عمال ينام. استنى استنى موت الهاكر. بص انا هعمل لقطه انا وحظي بقى. ما عنديش حظ، فخلينا فين الهكر؟ تخطي راحت، تخطي مش هتيجي تيجي تشوت. ايوه كده. وراح فين بقى الهاكر ده؟ فين الهاكر؟ لسه بقول فين الهاكر، لقيته جوا ورايا. هصحالك يلا وهفضالك، فتعالى. لا ما تموتنيش من ورايا اصلا. اوه شيت، تعال يا الهاكر تعال تعال. فين الهاكر؟ انا هركز على الهاكر بس. او شيت يا ربي، بينام ليه؟ بينام ليه؟ شيت، واحد من ورايا والهكر موت اللي كان ورايا. فلت جو تعالي. خلينا نروح فين وفين وفين. تعالي يا عم الله خربت كده يا عم. خلاص هنا يا جماعة وصلنا نهاية الفيديو، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. نشوفكم مع فيديو جديد، يلا سلام.